التغيير طبعا هو ايضا جدا ايجابي وجدا مؤثر، انه الجمهور العراقي لانه هو جمهور جدا وفي صح. وجمهور جدا محب لوفاء لكل محبي، خاصه الجمهور الكروي كره الرياضه. اللي صار انه اداره ملعب الكابتن الراحل احمد راضي في منطقه العامريه راح يحققون جزء من طموح هذا الكابتن الراحل الله يرحمه احمد راضي، اللي هو تاسيس اكاديميه للفئات العمريه حتى يقدمون جيل جديد رياضي قادم صحيح. عنده حيويه، عنده طاقات ايجابيه وطموح حتى نحصد بهذا الجيل العديد من الجوائز. ولاقت هذه الأكاديمية طبعا الدعم الكبير من أبرز الشخصيات المهمة، مثل ما نشوف وياكم هذه الصور للأكاديمية اللي هي من أحد طموحات طبعا الراحل الكابتن أحمد راضي أن تؤسس أكاديمية للفئات العمرية لصناعة جيل رياضي قادم مهذب وطموح حتى يستطيعون أنه حصد الجوائز. ومثل ما قلت لكم انه لاقت الاكاديميه طبعا الدعم من ابرز الشخصيات في مجال كره القدم العراقيه، وهذا هو الجيل اللي نشوفه الشباب المبدعين الفئات العمريه اللي يحتضنوهم حتى يقدموهم بالشكل الصحيح طبعا بعد التدريبات بهذه الاكاديميه طبعا. وهذا الملعب في منطقه العامريه اللي هي اداره ملعب الكابتن احمد راضي، فبداوا يحققون هذا الطموح لهذا الكابتن العظيم والعظمه لله انه يحتضنون هذه الفئات العمريه. عندنا نشوف انه احنا بكل الفئات العمريه، فنتمنى انه فعلا يحققون هذا الطموح وفعلا يقدمون جيل رياضي موهوب. وهي اهم نقطه بجوائز يركزون عليها اليوم حتى يكون عندنا جيل رياضي طموح ومهذب فعلاً. والحلو انه اكو استجابه من قبل كل الشخصيات الرياضيه لهذا الموضوع ولهذه المبادره الرحمه يعني والغفران للراحل احمد راضي. اختلاف بالفئات العمريه صحيح، يعني حلو هذا الشيء. انا شفت حتى واحد قاعد مدبده والخدود حلو هاي الخطوه، حلو ايجابيه هذه الخطوة يعني تحقيق لطموح الراحل احمد راضي. فنتمنى انه فعلا يكون جيل واعي وجيل حيوي وجيل مثقف بكره القدم وعلى خطى الكابتن احمد راضي حتى نقدر نحصد الجوائز، لانه احمد راضي هو كابتن وقامة رياضية لن تتكرر نهائيا بمجال كرة القدم العراقية. إذن